الجمهور الحاضر معنا الليلة، الماجد والمجموعة اللي معاه، تحية الجميلة الشيحي حاتم بالحاج مهدي ارتوين. إن شاء الله تقضيوا معنا سهرية مزيانة كالعادة. أهلا وسهلا بيك، شحوالك جميل؟ سافا لاباس؟ لاباس. فرحانة أنا. إي باش فرحان؟ خاطر الصغار باش يرجعوا يقراوا. إي برشا فرحاني. ولا كيما هما فرحوا بينا معناها جمعة كاملة تبارك الله النشاط والحيوية. أنا زادة فرحانة اللي نهار الاثنين بقدرة ربي الأولياء الكل باش يرجعوا معناها يحسوا بالسعادة والهناء. وذايا حاسين به الكل، الأولياء الكل حاسين به. نأكد لك فرحانين الكل. حاتم. أهلا بيك. نحن الجمعة عديناها نتكلموا فرنسية. محلاها البلاد نظفت. قلنا نحن حق مزوه مثلا الأحياء الشعبية خلي يربحوا ثواب في ينظفوا لنا شوية. دوك الملاحظه نتاعي كان نحبوا وقت كي نحبوا ننظفوا ننظفوا معناها كان نحسبوا كل مره كل شهر يجينا رئيس هكا مبجل مكرم مكرم ننظفوا بها البلاد مش صعيبه معناتها وش خاص اذا كان ننظفوا العقليه سيختو العقليه تحب الكلوب نحب كل تحيه في فرنسا مهدي مهدي حكايته حكايه باز عنده حكايه باش يحكيها لنا خاطر انا نهارين نحكيو فيه باش نعقب على اللي قالوا زميل ماكرون ما عجبتنيش اللي يبدو شنو هبطت التصويره اللي شفتها اليوم على الفيسبوك الدور انا ما عجبتنيش وي دونك شارلي يبدو يزبل بلاده فهمت سينو انا كنت في توزر نحب نسلم على جميع توزر كل اهالي توزر واهالي الجنوب الكل فرحوا بينا تحيه ليهم ليها بلادنا محليها بلادنا بلي صورني كاميرا محليها بلادنا كي نحافظوا عليها وكي نخدموا لها على خاطر بلادنا لازمنا نحبوها لازم نطلبوا من بلادنا هي اش تحب منا خاطر يزيها هي كان يضيق شنو ديما نقولوها احنا بلادنا بلادنا لازم تعطينا خلينا نعطيوها الساعة خلينا نعطيوها احنا خاطر بلادنا مستحقتنا تحيه لتوزر تحيه لاهل الجنوب وتحيه لتونس الكل يا بربي سامحني انا بقول قول قديش يخرج عليك يبدا يخمم في حاجه ويقول في حاجه اخرى لا لا اللي نحكي فيه توا والله العظيم الحق سيغي ما اللي كنت تحكي فيه في الكوليس مش هذا هذيك هذيك ار هذيك حاجه اخرى في سر على روح هذيك فهمت تعطلت انا شويه ما عنديش علاقه بتوزر توزر واهالي توزر وكل شيء من المشكله اللي تعطلت شويه في المرواح قول مثالش عادي علاش يا تونسير اما كي تقول راه باش تروحوا بينا روحوا بينا في الوقت اما انا مش من غدوه قداش قعدت باش روحت تعطينا قداش قعدت هكا نورمال نروح البارح السبعه نتاع الليل روحت اليوم ما ثلاثة نتاع العشية الشعرة بركة وما نكونش في مع الجمهور اللي استنى فيه في الجارة متوحشين رانا أجل الحس تحية كبيرة للجمهور اللي بحكينا اليوم خاطر بالحق أحلى جمهور به أنا اليوم كي جينا نحضروا في الحصة لقيتها 3 فيفري 3 فيفري أنت ساعة تحضر في الحصة سخاني مني الجاي أي تيمون توزر 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 قلت هذا مش معانا يا اخي الحمد لله خلط لاباس الحمد لله مية توزر كي نقولوا 3 فيفري نقولوا ذكرى وفاه كوكب الشرق ام كلثوم ذاك علاش حبيت في الحصه هذيا الضيفه عندها علاقه يعني نوعا ما بال بالموضوع هذايا تو بعد نحكي لكم عليها مقبل هذا حبيت اوماج سيده الغناء العربي ام كلثوم تفضلوا نشاهدوا مع بعضنا كيما اليوم غابت علينا كوكب الشرق ام كلثوم شخصية وموهبة كبيرة دخلت قلوب المصريين والعرب وما زالت لليوم أغانيها خالدة في البال وعشقنا ليها ما عندوش حدود رجعوني عني
هي لوحدة الناس الكل بفنها، وأعطتنا كل مشاعر الحب والاحترام والسعادة والأمل على امتداد مسيرة خلتها أسطورة في قلوب محبيها وفي تاريخ الفن العربي. علينا كما اليوم أما أغانيها خالدة لليوم، وهي ديما حاضرة معانا وديما نسمع الأغاني متاحة، واليوم حبيت تكون حاضرة معانا فنانة صوتها جميل جدا، صوت طربي، غنيت الألوان الكل وتتألق ديما في غناء أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم. سعيدة جدا باستقبال الفنانة القديرة عليا بالعيد. عليا بالعيد صوت طربي ومسيرة فنية متميزة بين أداء الأغاني الطربية والوطنية والدينية والإيقاعية. هي حساسة برشا وعفوية، وهذا يظهر من خلال حضورها وصدقها إلى أداء الأغاني اللي تقدمها. عليا تميزت طيلة مسيرتها بأداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم اللي تعتبرها جزء منها، عشق كبير خلاها تتألق ويحبها الجمهور فيها. هي في بحث مستمر على الكلمة الحلوة واللحن المميز، ممكن هذا اللي خلى إنتاجها قليل رغم اللي صوتها يستحق الكثير. بخيس بروح بروحي وما
تغير بالساعة والزمن والضرب سمى من غير بكر. أيوة أكثر زمان دلل وياك أفرح وأمان دلل بالوانا أفرح وأمان حتى ولو كان من غير أمرة ولقيت على طول دايما مشغول وبغني ونور ولقيت على طول دايما مشغول بحلم وبنول وبغني وأولى أولى أولى وقاتل تحلو تحلو معاك وحياتي تنتهي برضاك هتفت دخلو دخلو غيبا وحياتي تكمل برضاك يا 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 روحي زي ملا يا حبيبي زي ملا انت روحي مش مستوى تندخلو دي العيشة والناس والجو مش مستوى تندخلو دي العيشة والناس والجو مش مستوى تندخلو دي العيشة مش بس هواتي بتخلاو دي العيشة والناس والجو والدنيا الدنيا الدنيا بتسعكني بتسعكني معاك برافو عليا ميرسي تحية كبيرة للفنانة عليا بالعيد ميرسي 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 مرحبا عليا بسم الله الرحمن الرحيم عليا يعطيك الصحة مرحبا بيك عايشك حبيبتي و تلما تسلطنا معاك خايف ما زلت باش تكمل ان شاء الله بيان سور مرحبا بكم مازال باش نسمعوا برشا حاجات اخرين احلى شكرا على الاستضافه وانت قلت سالتينا بون مانيش وحدي راهو خاطر المايسترو ماجد وكافه عناصر الفرقه الاستاذ تحيه لماجد حيهم الكل انت اخترت سامحني ما قلتوش ماجد انطونيو بانديراس من لون اي شفت سي فري اي شفت حلو عليا اخترت باش تبدا باوقاتي بتحلو احنا اليوم في ذكرى وفاه كوكب الشرق ام كلثوم بيان سور وانت اخترت الاغنيه هذيا علاش؟ خاطر الاغنيه هذيا هي تلحنت عام 74 ولحنها سيد مكاوي وكتبها محمد يعطي فوتة تيمون خالد بين محمد عبد الوهاب وعبد الوهاب محمد تبع دونك كنت باش نغنيها ام كلثوم وبرفت عليها ولكن للاسف هي وفاتها المنيه عام 3 فيفري عام 75 دونك غنيتها ورده الجزائريه فوالا وحتى ورده الجزائريه غنيتها محلاها بيان سور ورده الله يرحمهم الاثنين وهذه من احلى الاغاني اللي ديما نسمعوها صوت عظيم ورده احساس بيان سور احساس وصوت كبير واحنا اليوم استرجعنا معاك الاغنيه هذيا يعطيك الصحه حلوه ياسر عايشك عايشك نحب نقدم ضيفي الثاني اللي شفتوه برشا المده اللي فاتت حضر في برشا وسائل اعلام سمعيه بصريه الكلام الكل صار عليه كتاب كتبه مؤخرا ما احنا حاضر معانا بخلاف الكتاب حاضر معانا على خاطره اعلامي مميز سعيده جدا باستقبال نزار الشعري نزار الشعري اعلامي يمن بالعمل
مثابرة لتحقيق الأحلام. يمكن برشا يشوفوهم دلل، أما كيشوفوا تجارب المتنوعة في المجال الإعلامي وقرروا باش يمشي في ثنية جديدة مختلفة تستجيب لطموحاته، نفهموا اللي مش صحيح. هو اللي في أكثر من مناسبة عبر على موقفه من المشهد الإعلامي السادل. معناتها البرامج نتاع الاستجداء العاطفي والتوسل العاطفي، التسول العاطفي اللي موجود بين زوز ولا ثلاثة قنوات نعرفوهم، مش لازم نذكر الأسماء، يتفرجوا فيهم حتى 70% من المشاهدين. نزار حاول يصنع صورة مختلفة ليه، خليته يغامر في كل مرة يواجه انتقادات كبيرة. نسائل هالناس هذوما اللي تتسائل حول نزار الشعري، هل له طموحات سياسية؟ يعني وإن كان سيدي فرضا عنده طموحات سياسية، شنو مقلقك؟ تونس في عينيا كتاب كتبه في ثنية، أما يظهر لي مخرجش يحكي فيها على كل شيء. هذاك علاش أعلن مسبقا في آخر جملة على كتاب آخر، معناها ثنية مازالت طويلة. شعري مرحبا بك. عايشك، مرسي على الاستضافه، شكرا لك. يعيشك، مرحبا. مهدي مهدي بحذاك. ثنيه مازالت طويله. ثنيه مازالت كي بديت، مش طويله. ثنيه ديما موجوده، وثنيه نتاع تونس على عكس اللي عاشوا مهدي البارح والتبارح. الحقيقه انا البارح والتبارح بريسك دورت مره اخرى تونس كل، مشيت البنقردين نهار الجمعه الصباح، من بعد تطاوين، من بعد قفصه في نفس النهار. بلوتو جابس، سامحني. عندك لواج؟ لا، عندي كهرباء. لا، عنده طيارة فاخرة. خاصة طيارة فاخرة. لا لا. طيارة، عنده طيارة. ومن بعد مشيت لسليانة أمس، ومشيت لبنزرت، يعني في 48 ساعة براتيكمون درت تونس الكل. الطريق صحيح فيه ساعة ساعة دي دودان يفلقوا الكراب، لكن أي، أما الباقي الكل تونس محلاها. وأنا يقولوا لي برشا هكا أوبتيميست وبرشا بوزيتيف، ظهرلي لازمنا شوية أوبتيميزم بوزيتيفيزم اذا صح التعبير في الوقت هذا. للمو قاعدين نشوفوا في حاجات، وثما برشا قاعدين يسوهوا في صوره السياحه الداخليه كيف قاعده تشوف. كرهبتك قداش من حصان؟ 390 حصان. نورمال. نورمال ما تحسش بها ثنيه حتى طرف. إيجي عمل معايا اللي عملته تشوف تحس ولا تحس. نعمل ب 300 وندرى قداش حصان. نعمل. المشكلة مش في الكهرباء، المشكلة ديجا في النية، انك تخرج ساعتين نتاع الصباح. تعب النية وتم. نية. لا، مهمة برشا النية. زادوا فيها النية الأيام. زادوا فيها. مش نقول لك علاش الفايدة في النية، على خاطر ثم برشا عباد عندهم كرهب أكثر من 300 حصان وعندهم كرهب 1000 حصان، لكن عمرهم ما يخرجوا من الحومة نتاعهم. يعني الفكر موجود. يعني الكلام اللي قاله مهدي قبيل على أساس أنه تونس محلاها ومزيانة، لكن ممكن ساعة ساعة يظهرون الناس ما مش قايمين بواجبهم ولا ما يحبوش يقوموا بواجبهم. هذا هو اللي لازمنا نحطوا عليه احنا نقطة الاستفهام. علاش؟ يعني الناس الكل تحب تبدل سيستم في تونس، لكن الناس الكل تنسى اللي هما سيستم. تحب تبدل، ابذل مجهود، اعمل محاولة. انا في الاخر اللي قاعد نعمل فيه مهما كان ما هو الا محاولة، كما اللي قاعدين تعملوا فيه كل واحد في المجال نتاعكم. فانا نقول وقت واحد يجتهد على الاقل نحاولوا نثمنوا الاجتهاد نتاعو. وكلكم في مجالكم كل واحد عانى من الانتقادات، ساعات مش من نقد، نحكي على الانتقادات، انه فوا عمل حاجه خارج عن المألوف. ثم عبيد ما تحبش التغيير وتنسى انه التغيير حاجه حتميه، راهو التغيير جاي لا محاله. لكن ثم عبيد سوبيس هالتغيير هذايا، يعيشوه ويلبسوه كالموضه اللي هما 90%. لكن ثم عبيد والحمد لله موجودين، ما هماش برشا صحيح، لكن هما اللي يخلقوا التغيير وهما اللي يتعبوا اون جينيرال يضحيوا برواحهم في مقابل التغيير هذا، والامثله في التاريخ موجوده برشا. انا حاسه برشا صدق في كلامك باش ننتخبك. عندك حقائب، اسمعني، المشكله لا في الحقيبه لا في الانتخاب. هو عرض عليك حقيبه قبل وقلت لي على حسب ما في بالي. كيما لمين نهدي. صغيره، انا ما فهمتش علاش. ما انت ما دامك انت عندك المساعي هذه، وحتى في اخر جمله في الكتاب جبتها، علاش كي عرضوا عليك حقيبه قلت لي حسيت مازال بكري؟ شوف، حكايه الحقيبه ظهر لي اليوم في الوقت الحالي. حريتي انا اليوم تسمح لي باش نعمل خير برشا من الحقيبه اللي نعمل فيه اليوم وحدي، خير من اللي يعملوا فيه الوزراء. قلت هذا انت بالضبط. يعني اليوم انا نعتقد انه المجتمع المدني قادر على شنو معناها طالب اكثر من وزير وقال لا. اليوم انا اعتقد انه المجتمع المدني قاعد يعمل في مجهودات خير برشا من السياسيين ومن السياسه. يعني انا نعتقد انه السلطه الرابعه والسلطه الخامسه اليوم
قاعدين للامانه قايمين بواجب اكثر من الصورات الثلاث الاولى اللي ما هماش لاقين رواحهم. ثم برشا تجتهد حتى السياسيين ثم شكون يجتهد، لكن تسمع الزغاريد اكثر من الكسكسي، عارك البلاتوات اكثر من الخدمه، لي في انونس نتاع يمشي لبلاصه ويقول هاني باش نعمل وا 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 اكثر من العميل. الفان فان شنو صار منها؟ المشاريع الكبرى فينهم؟ الوزارات كل واحد اخذ وزاره اش عمل بها ريالمون؟ اسك وزير اليوم يجم يغير حاجه في البلاد هذيا؟ اسك العمق نتاع الاداره التونسيه يسمح لوزير انه يعمل حاجه؟ اللي نسمعوه عارك بين الوزراء والادارات نتاعهم والا بين الاطراف اللي قاعده متعاقده معاهم اكثر من نسمعوه بوزير عمل حاجه. فانا اعتقد انه تاخذ وزاره ولا ما تاخذش وزاره كيف كيف، لكن انك تكون ممن باللي تعمل فيه وتهبط وتحاول تفهم شنو صاير. اللي صاير اليوم هو فقدان امل بكل بساطه. اللي صاير اليوم فقدان امل كبير. تحب تبدل، هات نبداو بالتغيير العقليه. انا ندعو الثوره بالحق، اما مش في الشارع، ندعو الثوره نتاع هات نبدلوا العقليه نتاعنا. الثوره صحيحه هي العقليه، ايه. مش اليوم تحبوا نعملوا ثوره مشير. اولا يزي من لغه تونس ما يصير فيها شيء، اللي هي اللغه السائده، يزيوا من تمجيد الفشل. اي انسان يحاول باش يعمل حاجه راك ما تنجمش تعمل، راهو في القصري ما يصير شيء، راهو في قفصه ما تنجمش تحاول، راهو في توزر ولا في جندوبه ما يصير شيء. مش صحيح، مش صحيح. انا كل بلاصه ومشيت لهم الكل الا ثم فرص مهدوره. علاش؟ على خاطر بكل بساطه كل واحد اخطا راسي وضربني. اليوم الاداره التونسيه بسبب مجموعه من القوانين الباليه والمتهريه واللي لازمها تتبدل، ولهنا لازم ثوره، لازم ثوره تشريعيه في البلاد. على خاطر القوانين نزار سامحني، حتى القوانين اللي موجوده مش قاعده تطبق. لا لا، اكثر من ماشيه مع الوقت. القوانين نتاعنا ماهيش ماشيه مع الوقت. انت تحب تعمل حاجه في البلاد هذه، تو نحكيو ديما على انشاء المؤسسات في تونس. تحكي على انشاء المؤسسات، من المفروض في هكا في التيوري لازم تجم تعمل مؤسسه في تونس في 24 28 48 ساعه. انا في 2017 عملت 6 مؤسسات في القصرين وفي جابس. انا نخدم على روحي ماشي معايا، نخدم على روحي. استنى خليني نوصل لك المعلومه. ما ثماش مؤسسه حليتها قبل شهرين، ما ثماش مؤسسه تحلت في اقل من شهرين. ونحكي لك في كل بلاصه مشيت لها شنو يعني العوائق اللي لقيتهم. انا نحكي لك دي كونكري حاجات يعني ملموسه مختلف بين واحد. احنا خدمتك هذه الكل باش نحكيو عليها نزار اكثر. نزلت معنا اي نزلت معنا، ما تقولش كل شيء من الاول تنوصلوا 48 ساعه. مادام كتبوا ميم با راك مركز باش انا قاعد باش نكملوا نحكيو على الكتاب واللي قاعد تقوم به الكل من اعمال ميدانيه. اما قبل هذا انت قداش من مره انتقدت برشا المشهد الاعلامي اللي نشوفوا فيه؟ هاو خذ فكره شويه، عندنا فقره اسمها فوتوشوفت، جوله بين الجمعه الكل كيفاش عديناها بين القنوات. شاهدوا بعضنا فوتوشوفت. مرحبا بكم في فوتوشوفت اللي الجمعه هذيا باش تكون تحت شعار قال لك كان صبت اندبي وكان صحات اندبي. نبداو بقناه الحوار التونسي. الجمعه هذيا كل يوم نشوفوا تبارك الله في وجه جديد في القناه. نهار السبت ضيوفنا في الورتاني نتاع لاباس كانوا المراقبه، ما تحبش تقول لك بالسوري صعيبه شوي، اما المراقبه نهار الاحد برنامج سامي الفاري نتاع ما يهمك في حد، وكان حاضر معاك العاده سلم السوري قالت عليه نجله اول مره في حياتي نشوف ثقه حصان تتكلم. نهار الاثنين وبعد ما خلى بلاصته رجع سامي الفاري نتاع دليلك ملك. مرحبا شكرا، مرحبا بكم. وجوست بعد سامي الفاري نتاع دليلك ملك اللي جاء بعد سامي الفاري نتاع نهار الاحد ما يهمك في حد، جانا وجه جديد اخر، سامي الفاري تاع حكايه تونسيه. في مواجهه الموت موضوعنا الليله فيه حكايات تونسيه. فوالا كيف ما قلت لكم كل يوم وجوه جديده. داير بعد نوفل الورتيني نتاع لاباس نهار السبت جاء واحد اخر نهار الثلاثاء. مرحبا بكم في سهريه نهار الثلاثاء 30 جام في 2018 في برنامج امور. وبعد ما غابوا علينا نهارين بالطبيعه رجعوا لنا على خاطر خلى بلاصته على المشاهدين من نهار لحد ضيف امور جديه كان امير سلام مسيو. اوروزمون ديلك ملك ما فيهوش ضيوف، ولا رانا قلقنا من نفس الوجوه. وصلنا الجوهر الموضوع، المخ الهدره، وين انا باش نسكن في الولايه هذيك؟ نوفل الورتاني ممثل الولايه. قناه التاسعه من جهتها الامور فيها مختلفه برشا. نهار الاربعاء يعاديو مرحبا بكم في الجزء الثاني من ليميسيون. بار كونت نهار السبت يعاديو الجزء الاخير يا جماعه من ليميسيون اكسترا اكسترا اكسترا. نهار الجمعه يعاديو اهلا وسهلا من تونس. نهار الاثنين بار كونتر اهلا وسهلا من تونس. روديفيجن تاع برنامج من تونس. والافكار انت الافكار حاجه تدوخ يا ولدي. تا جين ساشي ها خيط كيف يلا عيونك هنيانه بالحب والحب.
حنين. Because I'm happy, grab a load of this shampoo. When I said, I do fuck. اكتب. اي؟ شكون اللي يكتب؟ على الكتاب اكتب. تشتح وتطيح. أغنية تيح التالي. بحر السلطان يا شيخي ما حرس. هاي مالها تعرفش كيفاش؟ كيما قال الفيلسوف الكبير شريف علوي. يا عيوني نام يزيك 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 من الحيرة. تحية كبيرة لخالد العبيدي اللي يخدم لنا الزابينغ هذايا. باش نرجعوا نعلقوا على الجو هذا، اما قبل فما حصه جديده على القناه الوطنيه الاولى، باش نشوفوا الومضه الخاصه بها تشوفوها الاسبوع هذايا ان شاء الله. نشاهدوا بعضنا الومضه ثم نرجعوا. عسلامة ومرحبا بكم في الحلقه الاولى من ماتيرناشو لا سيزون 3 على القناه الوطنيه الاولى. وانتي مدام مغرومة بالغناء، انتي اللي غرمتو. والله نبدأ وندندنو في الدار. كبنت نسيت أنا ما ننساش، عليك تربي حبك ما نبراشي. فمي كل سبورتيف مسميتهم لي تخوازيس. ما بلاش اللون ده معانا، تتعب قوي ويانا، ولا احنا عشان مش قدك يا هوانا. بروح بدمن فيديك يا ريان. قدام المراية تليفون، عندها امشان يوتيوب مغرومة برشا ديما. يا إلهي لا تفضحنا، يا إلهي لا تفضحنا، واسترنا انت ستار يشفع فينا يا نور العين. وهو تغرب من خذا الغناء الصوفي، معناها مغروم بالغناء الصوفي اكثر. تصويتكم باش يخلي واحد منهم يكون فيناليست معانا ويمشي البلاي موبيل فان بارك اون الماني. نرجعوا وين كنا؟ نعرف قاعد تستنى رجشي العالي يقبل على تفرج في البرامج اللي توا خارجة ودارجة هيكي نلقى وقت نتفرج. وشنو رأيك أنت اللي كنت نجم نقوله حضرتي برشا برامج قبل في التلفزت قبل توا مع التغييرات اللي شوفوهم والآي كيفاش تشوف؟ أما خير قبل ولا توا ساعة؟ والله ما نجمش نقول اما خير قبل ولا توا، اما فما حاجات معناها تعجب توا وفما حاجات معناها سي نورمال فيها تجديد والكل. فوالا في حاجه جديده هذيا عجبتك معناها مثلا تزحليق في قناه اخرى به ما انا تزحلقت مش غير انت الزامره معناها ما نعرفش انا باش نقول خايبه مش خايبه معناها بون ما فيهش مس من كرامه حتى حد ما مقبوله يعني عندك مقبوله فما حاجات مقبوله اي فما حاجات مقبوله وفما حاجات زيد نحس فيها فما تهريج اكزاكت فوالا فما حاجات ما تعجبنيش. خلينا نشوفوا نزار انت الاعلامي نزار انت نحب نقول الساعه حاجه اللي نتذكره انا من الأوائل اللي حبيت تدخل في التنشيط
جو جديد يعني كنا نخدمو ياسر هكا كلاسيك وكل شيء وانا نتذكرك مليح حتى في التلفزه الوطنيه تجربتك في التنشيط وكل كنت تحب تخرج على المألوف يعني نورمال تلقى نزار يشتح نورمال تلقى نزار يغني اللي ما كانتش ياسر دارجه في عند المنشطين قبل ومن بعد لقينا الموجه هذيا وليت عادي معناتها كل يوم نراو فيه شنو وانت بيدك خيرت انك تبعد اساختا ماما انا نعتقد اليوم انها سي اون كيسيون دو دوزاج تاع دوزاج معناتها دوزاج احنا في وقت من الاوقات كانت البرامج نتاعنا ما كانش عندنا برشا شانات ثم فرق يعني فرق بين الوقت اللي نحكيو عليه كنا نحكيو على 4 شانات اليوم عندنا 16 شان مرخص لها في تونس مختلف برشا ميم سي العباد ما تفرجش في كل شيء لكن العباد تتفرج يعني سبيكتر محلول في المجموعه الكبيره من الشان هذوما اليوم نحكيو على هالدوزاج هذا معناتها قبل بار اكزومبل تلقى شويه ضمار في برشا كوبي اليوم برشا ضمار في شويه سيريو قبل بار اكزومبل كانت الكل الحياه جميله والعصافير تزقزق واستقبل سيد الرئيس واكل فازات هذوكم الكل اليوم ولات كلها صندوق عجب والعباد الكل تتاكي والدنيا مكسره يعني جو بونس كيليا اون كيستيون دو قبل سيتي با بيان علاش على خاطر زاد ثم برشا تمليس وبرشا ليقه والى اخره واحنا كنا نقاسيو منها ونعانيو منها في وقت من الاوقات لكن اليوم زاد الشيء انقلب بالضد معناتها ولا زاد برشا بوتيتر انا نقول قنوات كما كنا نتفرجوا فيهم وما نتسائل علاش ما عملتوش زاد زابينغ على الوطنيه الاولى والوطنيه الثانيه وادمجتوا الناس الكل في الوطنيه الاولى. الوطنيه الاولى ما نجموش. لا ما باهي هكاك باش ما يقولوش مجتهدين. حطينا شويه من الاول الوطنيه الاولى. انا شو نقول؟ نقول العمليه سهله على الاخر. اليوم قنوات كما مثلا الحوار التونسي والتاسعه باش ما نذكرش غيرهم هذوما اللي تواجدوا. عندهم الامكانيات باش يعملوا اودينس لكن في وقت في نفس الوقت باش يعملوا حاجه تفيد. يعني ما تنساش القواعد الثلاثه نتاع الاعلام اخبار ترفيه وتثقيف وتثقيف معروف مش انا اخترعت اخبار تثقيف وترفيه كاشيه تثقيف اي ماذا بيا نشوف شويه تثقيف انا هذه باهيه نحسها باهيه في وقتها نحس اليوم مثلا حكايه نفس الوجوه اليوم في القنوات اللي نشوفوا فيهم فرصه باهيه انه نحلوا وجوه اخرى من الجهات نحلوا العباد تبدع احنا في استوديو نجيب الخطاب الله يرحمه من اهم الحاجات اللي عملهم نجيب الخطاب وهذا حد ما ينجم ينكروا عليه وبكل الصعوبات نتاع الانتاج اللي نعرفوها نحن في مؤسسه الاذاعه والتلفزه في وقتها مش طول اليوم الشيء تبدل نجيب الخطاب الله يرحمه حل ابواب الاذاعه والتلفزه التونسيه لكل التونسيين واعطى الفرصه للناس من توزر واعطى الفرصه للناس من الكسور التطاوين واعطى الفرصه للناس من جندوبه ونقل وقتها كان التنقل مش كيما تو هز كار وامشي وقتها كانت ديزيكيب تتعب وتتنقل نتذكر في مهرجان الكسور في الصحراء نتاع التطاوين ديزيميسيون سبيسيال ديزيميسيون تاع في توزر وكنا مشينا ودوز وغيرها وغيرها فين هذا في التلفزه التونسيه فين ثراء الثقافه التونسيه فين ثراء الانثروبولوجيا نتاع الشعب التونسي فين هالماده الدسمه فينو بالقاسم بوغنا في التلفزه التونسية؟ ومن لف لفه وفين الشعر الشعبي في التلفزه التونسيه انا نقول هذا فقط لشد الانتباه راهو نجموا نعملوا اوديمات والاوديمات موجوده لكن وقت في الاوديمات هذيك زاد نساهموا في انه نرتقي شويه بهالشعب هذا الزوالي اللي تعب مش يروح من الخدمه يلقى كان المشاكل يلقى كان الكذا يعني اون بو فير لي دو يعني انا مانيش ضد انك تكون ستيل نتاعك هكا علاش ما تعملش قناه تلفزيه قناه تلفزيه في وقت الحاضر الكل ما تنجمش انا ما نجمش نعملها على خاطر بكل بساطه دراسه الجدوى نتاع المشروع عملناه واحنا على فكره انا وحاتم كنا نحكيوا على الموضوع هذا من عام 2006 تقريبا مش اليوم مش جديد على قناه اذاعيه وقناه تلفزيه ماهوش جديد الاذاعه انت طالبها وتو ما عطاوك اي والحقيقه ما عادش طالبها على خاطر ثم فوق ال 45 اذاعه اليوم اذاعه زايده يعني اغلب الاذاعات تو مفلسه وقاعده في حاله بيع مش لازمنا نقولوا الامور راهي كيما هي اليوم مشروع فاشل انك تعمل تلفزه في تونس الوقت الحاضر وهذا اغلب العباد اللي عامله تلفز تقول لك ثم قناه واحده اليوم في تونس تعمل في الفلوس الباقي الكل مدانة وامورهم تعبه وانا نقولها لك على الملاء في القناه الوطنيه اكثرش من هكا وانا مانيش عملت برنامج تلفزيون لايف ثلاثه تروا سيزون في ثلاثه قنوات مختلفه وفي ثلاثه قنوات اون با بي رونتابيليزي
يعني ماهيش سهله لحظه ماهيش سهله بالكل يعني عكس ما يتخيلوا البعض ثم برشا ناس دخلوا للعالم نتاع الاعلام والميديا يعتقدوا انك مش تعمل اذاعه ولا تلفزه غدوه الفلوس مش تبدا هابط عليك كشتا مش صحيح سامتي كومونوتر خدمه كيما خدمه اخرى يلزمها العباد المختصين فيها والبرودكسيون اوديو فيزوال اي مش نعمل سيري مش نعمل سيت كوم مش نعمل مسلسل من بعد لا يخلص للسيناريست لا يخلص الممثلين وهذه المشاكل اللي راهو فيها ديما يجي يقول لك برضه سيزون نحاول مشاكل اي اسمع مش نعمل سيت كوم هاكا اتفقت انا والقناه بارترينج حساب هو حسب رايه وقت مش يتفق هو القناه الفلوس مش تجي وما تجيش الفلوس ش عملنا العباد الكل تروح بلاش كاشيات على ذكر الكاشيات وهذا اللي شفناه في برشا اعمال تعديت نسمعوا بعد المشكله من غير نسالوها نبدلوا شويه العقليه اليوم يلزم الهيكات تسمح باندماج القنوات الاعلاميه احنا القانون اليوم ما يسمحش انه الشانات يصير فيهم ديفيزيون كبار وديزاكيزيسيون كيما في العالم بتاتر لازمنا نغيروا شويه القوانين باش القنوات الصغيره هذه اذاعات وتلفزيون يجموا يتلموا مع بعضهم في دي كونسورسيوم ويكبروا يوليو حاجه اقوى يعني اليوم بتاتر في تونس عندنا البلاصه نتاع 5 قنوات قويه هات نعملوهم اي علاش لا باهي انت منعت من الروبريك هذه التوجيه نهنيك نمشيو لوحده واحده 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 عند عليا باش توسع بالك مع جميله ومهدي وتجاوبهم على اسئله قايمه على الاخر معناتها انا نجاوب اي انت تجاوب حاب تسال وحنجاوبوا كان يقتضي الامر علاش لا تنجح تنجحرا باول سؤال ليك عليا تفضل انت بنروحك عليه بالعيد الكبير ولا بالعيد الصغير؟ بين العيد الاثنين انا فما مهبه ولا اكيد ماكش عيد الكبير مال عيد صغير عليا كاريرك تراها كيما الفقرة هذه واحدة واحدة ولا وحيدة وحيدة؟ واحدة 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 عليا أنت فنانة تونسية من الفنانات الوحيدة شنو قاعد نقول فيه لي. أنت فنانة تونسية الوحيدة اللي نحيت خشمك من وجهك؟ لا ما نحيتش خشمي من وجهي جست عملت تعديل تعديل في خشمي نحيت بوس كان تبقى بوس من وجهي وأنت عدلت نحيت بوس كهو بوس شوف بوس يس بيه ما تطيح خشمك الحد باللي عاودته بيان سور ما تطيح خشمي الحد قبل كنت تطيح لا نطيحوا لا قبل لا تو واضح عندي الجمهور راهو قاعدين نوضحوا للجمهور اي تعتبر روحك محظوظه انك فنانه تونسيه ولا العكس بيان سور بيان سور العكس اي لا لا بيان سور اني تونسيه معناها ننتمي للبلاد هذايا واضح كان ما جيتش فنانه تجيب حضانة الليله اي علاش لا نجم نجي في التاريخ بن نصيف شو تجي تعمل؟ وزيرة عندك حقيبة؟ بأكثر ملحن عليا تمنيت انه يلحن لك بريق حمدي ولا صنباتي ونعرف اللي تحبهم هذوما ثلاثة ولا دلاش؟ بيان سور صنباتي بيان سور صنباتي قداش نمروه صنباتي؟ الله يرحمه نعم الله يرحمه بما انه شطر النقد مشي حنا اي تعتقد عليا شطر الاخر وين مشى؟ شطر الاخر برشا ناس نسالهم فلوس مشي على روحه يعني تو نستنى باش يرجعوا لي عليا انت كفنانه كبيره 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 مش في العمر نحكي في اي ميساج تعتبر روحك تنجم تعبي حفله وحدك في كارتاج بيرسا؟ مي بيان سور انت تحكي على كارتاج بيرسا كارتاج بيرسا عديت فيها لونفونس نتاعي على ذكر دار عمي بيان سور يا اخي انا عامل ريشيرش من كيك قول كل عام سيف نعبر في كارتاج بيرسا كنت بشوف العديو في يا جابس هاتي تعرف دوار الشط شكون يعرف؟ نعرف الشط نعرف الدوار فرشتي تحيه لناسنا واهالينا اللي في اهالينا في كارتاج بيرسا عليا تعتبر الناس ظلموك وقت اللي عملت البوز بالجبه العريانه معناها يسخايلوك عاريه بالعيد مش عاليه بالعيد اي والله عيب عليهم على خاطر انا مش عاملتها بالعاني دي فاسون هو من الضوء من اللوميير بيان سور بيان سور انا سخالك جاي بالجبه الزرقاء اليوم فرحت تعدي وسؤالي بقى تحس انه الفنان والفنانه التونسيه ملزمين ديما انهم يبرروا ويصحوا باردون الكل ولا جملة لك عاود قلت لك انا تمنيت انك تجيب الجبه الزرقاء
بعدها صح؟ لا 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 بتحس انه الفنانه التونسيه ملزمه انها ديما تبرر موقفها ومواقفها؟ ليه؟ خاطر انا حاجه صارت لي معناها مش انا اللي عملتها بالعاني باش نعمل بها البس. معناها انا قعدت جمعه في الدار ما نبكي وما خرجتش خاطر تظلمت، انا ما نحبش العيب. انت وقتها في بالكش اللي تظلم يوريك فما شكون ينجم يعملها بالعاني بتيعلت انهم يعملوا البس؟ انا لا. بعد اللي صار لك هذيك الكل بدلت الضوء في الدار؟ بدلت الضوء؟ الوقت في الدار؟ لا بدلت الشبه. قويت الضوء في الدار باش تشوف شو شوف شنو؟ اش بيك عليا ماكش تفهمي؟ ليه خاطرك انت تلعب بالكلام وانا ولا على نيتي برشا. انا مش نلعب. انا على نيتي. قلت لك بعد ما صارت الحكايه ذيك كنت ما فطنتش بها الجبه ترونسبار. بيان سور. بدلت الضوء في الدار باش تولي تشوف روحك شنو تلبس قبل ما تجي للدار. لا لا داري ضوها داري ضوها يهبل اما في الاستوديو. يهبل غلط. داري امورها واضحه. في البلاتو عاليه القاعده الجماهيريه اللي عندك تحسها مازالت قاعده ولا مشيت؟ الحمد لله جميله بالحق راه بور دو بون. مازلت الناس تحبني ومازلت عندي معناها بيان سور يا اخي 30 سنه كارير يمشي وكيكا. قل حاجه عليا. انا ما عادش نحب نكمل. لا لا بربي كمل. ما عادش نحب نكمل والله. نحبها. ريتني انا. عايش كارو. نحبك. نحى المرايه. والله نحبوك. حكينا نحبك. اما السؤال هذا راه مهم. قول. انت من الفنانين التوانسه اللي جاوبوا على السبان في اللي كومنتير على الفيسبوك ولا تلفهم؟ سبيت. سبان. اي سبيت. كنت في الديبي وقت اللي مازلت مانيش متضلعه في عالم. ما فماش فيسبوك. لا لا اما توا وليت معناها ما عادش نجاوب. جو مون فو. اما تحسوا كمان تقلق نعرفك انت حنينه وحساسه. لا ما عادش نشوف جمله. باش فهمتني ما عادش ما فهميش علاش باش نشوف. في وقتنا هذا توا السلم الموسيقي يوصل شباك التذاكر. السلم اي توصل الشباك. يوصل ولا لا؟ السلم الموسيقي يوصل الشباك التذاكر. عليا تنجم تقول لهم باس راهو. عليها باس مهم شيء. اي والله مدخلك انت في الحكايه. الفن الحقيقي يوصل اي فهمتها قاعده نستوعب انا. اما بوتيتر خطير. ما هو ديريكت مش استوعب برشا نستوعب. فهمت. يوصل وقت يقتضي الامر يوصل راهو. يوصل. فما ناس مازالت سميعه وفما ناس مازالت ذواقه وفما ناس مازالت معناها تقول بالفن راهو. نخبة. فوالا نخبة بيان سور. الذوق العام. يا اخي تونس 16 مليون راهو. دونك لازم باش تلقى. يا اخي كلهم هشك بشك. واضح. به سؤال تكرهنيش ما نحب. نقص. المكياج تشريه بالباكو ولا بالكيلو؟ انا ما نستعملش المكياج بالكل الا كتبدا عندي ديزيميشن والا في معناها وناس كل تعرفني دونك نشري بالباكو. معناها كي تخرج في الشارع الناس يعقلوك من غير مكياج؟ بالعكس يحبوني ويحبوا وجهي كي ناتشورال. يعيشك. ما يعرفوا الاولاد حتى كي مبرر سون مكياج. انا بدي نعرف قاعد نوضح للجمهور. عليا انت اوتو كريتيك ولا شكر روح؟ لا انا فسر لك عليا. معناها عليا يا مهدي رجعتني عايش مهدي. يا مهدي. والله شخص يقتضي الامر باش نشكر روحي، نشكر روحي عليه في الباهي. علاش لا؟ ماهوش راهو نرجسيه. كنت تشكر روحك، تشكر روحك على شنو؟ نشكر روحي على محبتي للناس، على تيبتي، على جينيروزيتي نتاعي. واضح. تعتبر الفن رساله ولا ميسنجر؟ رساله. قصيره؟ طويله. إن هي أقرب ثنية للقلب الراجل. ما معتو لا. كرشو وإلا كاشيات مرتو. بالنسبة لتجربتك سخ شيء. لا ريت لا كرشو لا شنو قلت لي؟ كرشو ولا كاشيات مرتو. ريتش كاشيات مرتو. ولا داري كاشيات مرتو. نقعدوا في نفس الموضوع. هذيك علاش ما عجبنيش الموضوع يعني. نقعدوا ما عجبكش خلينا نقعدوا في نفس الموضوع. يا مهدي كمل يا مهدي. تعتبر اللي ولا تعتبر الا ولا في حد ذاته مش مهم الموضوع؟ الا ولا مش مهم. نتقدم للسؤال اللي بعد. ماكرون رئيس فرنسا في زيارته الاخرانيه لتونس قال نو سوتنو لا تونيزي كوم ان فخيغ ولا كوم اون سوغ. ترى في روحك مثلا اخت ماكرون انت ولا ماكرون خوك ولا حاجه؟
ولكن مش يعمل حاجه لتونس باهي علاش ليه؟ يولي خونا يولي خونا ما يسالش. معناها هو مكرونه مكرونه. انا نمل بالانسانيه. مكرونه مكرونه انت عاد سؤالي بقى. اعطيني اخر قرار ما خذيتوش وما ندمتش عليه وكان فهمت السؤال هذايا حسبني. اخر قرار ما خذيتوش ما خذيتوش وما ندمتش عليه. ملا فلسفه هذه. ها؟ لا حبلها اسمه